السلام عليكم إخوتي أخواتي، أتكلم في هذا الفيديو عن فيروس كوفيد-19 وعن أهم الأسئلة الشائعة بخصوص هذا الفيروس. ما هو كوفيد-19؟ هو فيروس ينتمي لعائلة كورونا، يصيب الجهاز التنفسي، ينتقل للإنسان عن طريق بعض الحيوانات مثل آكل النمل، والآن بدأ ينتقل بين البشر. أعلنت منظمة الصحة العالمية أن هذا الوباء أصبح وباء عالمي. ما هي أهم أعراضه؟ أهم أعراضه هي ارتفاع درجة الحرارة، السعال الجاف والتعب الشديد في الجسم، لكن قد تظهر أعراض أخرى مثل آلام في العضلات، مثل صعوبة في البلع، جريان الأنف، وقد يصيب البعض إسهال أيضا. خطورته تكمن في إصابة الكبار وأصحاب الأمراض المزمنة مثل أمراض القلب وأمراض السكر وارتفاع ضغط الدم.